نروح لنجم تاني من نجوم السوبر، حسام عبد المجيد لاعب الزمالك اللي كمان عبر في الحقيقة عن سعادته بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح. وقال حسام إن هو بيشكر كل من وقف بجواره، وقال إن هو بيحمد الله على رفع راس أخي الكبير لأنه أكبر داعم ليا، وقدرنا نحقق الفوز لأننا فريق كبير الحمد لله. على تسجيل ركلة الجزاء تمكنا من الوقوف على أقدامنا بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي والتقدم بها، ونجحنا في العودة للقاء والفوز في ركلات الترجيح. ختم كلامه حسام عبد المجيد وقال التتويج بلقب السوبر هيفرق معانا كتير، البطولة هتمنحنا دافع كبير لتحقيق الدوري والكاس والكونفدرالية في الموسم الجديد. مهم جدا ان انت تبتدي موسم جديد وانت واخد بطولة كبيرة زي دي، وواخدها كمان من مين؟ واخدها من النادي الاهلي الغريمي التقليد او المنافس التقليدي بالنسبة لك.